بعدما اطلعت أنا متقدم في السن على هذه الوثيقة تأكدت من عنصرية الاستعمار عموما والفرنسيين بالخصوص. أظن في 46 47 في 1946 في 1947 كانت واحد الحركة قوية لإنشاء المدارس الحرة. فعلا شنو الأسباب ديالها؟ إنشاء يعني توسيع يعني مجالها وتوسيع دورها. ففي الواقع المدارس الحرة بدأت بشكل مبكر في فاس في الشمال الذي كان تحت الهيمنة الإسبانية، وفي المغرب كذلك كانت موجودة. مثلا سي بوبكر القادري كان له مدرسة للفتيات في حومتنا في باب حسين بالقرب من مسجد المارينيين. كان كذلك حزب الشورى عنده كذلك مدرسة بالنسبة للفتيات، وكانوا الفتيان كذلك يتابعون دراستهم في المدرسة التي أسست من دون شك قبل 47، حيث أنني حضرت وأنا طفل صغير كان في عمري 6 سنوات لتدشيني مدرسة النهضة في مدرسة السوق، كانت استقرت في السوق الكبير بمسالة، تدشينا من قبل صاحب السمو الملكي آنذاك منير حسن. فأنا أتذكر ذلك أن نهيت يوم الدراسي في مدرسة الشراطين، كان ذلك الوقت مدرسة في مستوى ذلك الساعة؟ ابتدائي طبعا في تحضيري بريباراتوار كور بريباراتوار. خرجت من المدرسة في الساعة 5 وفي الحين نقلني السيد الذي جاء للمدرسة لأخذي للذهاب إلى مدرسة السوق لمشاهدة الحدث. لا أتذكر عن الكثير من هذه فيما يخص الحدث، إنما كان الأطفال ينشدون نشيد يقول في الأفق الأزرق يا عالم، يحيون العالم في الأفق الأزرق. فإنما كنت أرى في الفوق، أنا بالنسبة للفوقي هو الفوقي زعما الطبق العلوي، كان فعلا زرق، إن كانوا جيروه جيروا النيلة، إذن عنده ذاك الطابع الأزرق. تنقول يمكن تغنيو على هذا بالضبط، إنما كان هذه القضية ديال في الأفق الأزرقية عالم. هذا اللي يعني يمكن نقول بالنسبة لهذيك الفترة. كنعرفوا بأن مولاي إسماعيل قريتي في مدرسة فرنسية. فعلا. ربما كانت سميتها ليكول لايك فليكول. أي تمام. يعني علاش الاختيار ديالك ديال المدرسة الفرنسية؟ ما اختاريتش أنا سيدي، كنت طفل صغير. لا، اختير هذا الاختيار هذا أو فضلت الأسرة هذا الاختيار. أظن أنه كان تأثير للوالدة بالأساس. الوالدة كما نعلم كانت طبعا ترعرعت في مدينة الجديدة، كانوا أخويها اللي هم أصغر منها وهو السي عبد الرحمن الخطيب والدكتور الكريم الخطيب فيما بعد، كانوا يدرسون في المدرسة الفرنسية، إن كانوا جزائريين ويعتبرون، وهذا ما هو مكتوب في بطاقة الولادة ديالي لما تسجلت في سجلني الوالد أو سجلتني قبل الممرضة الفرنسية التي استقبلتني في الدنيا،
عاملين لي اسماعيل بن عبد الحميد مغربي، ملكة الخطيب، عاملين راعية فرنسية لا تتمتع بحق المواطنة. هذه الوالدة ديالك؟ هذه الوالدة. يعني بالفرنسية كانوا عاملين سوجيت سوجيت فرونسيز لو جويسون با دو لا ناسيوناليتي. كانوا كيحسبوها على الرعاية الفرنسية. كيحسبوهم على الرعاية الفرنسيين. إنما رعاية بدون الحق في المواطنة. يعني ما عندهمش الجنسية. ما عندهمش الجنسية وما عندهمش ما عندهمش الحق يصوتوا. حتى لا سيتويانتي هي أولا أن الإنسان يقدر يصوت في انتخابات ديال الوطن إذا كان يعتبر أنه الوطن وطنه. فهذا لي كذلك من الأشياء التي بعدما اطلعت أنا متقدم في السن على هذه الوثيقة تأكدت من عنصرية الاستعمار عموما والفرنسيين بالخصوص. ولكن هذا الشعور الذي كان لي وأنا في مدرسة فرنسية مع بعض المغاربة كانوا التحقوا كذلك بالمدرسة الفرنسية، كان مثلا واحد بالعام شوية بعيد وهو خا مولاي المهدي العلوي سميته مولاي علي، كان كذلك بعد ذلك واحد من أبناء حصار، واحد آخر من حصيني من حصنين، كلهم كانوا تلاميذ في هذه المدرسة. إنما كنا أقلية قليلة كان عندنا ردود فعل يعني إحساسنا الوطني كان كما يقول الفرنسيين أفلوغ دو بو، بمعنى كنت تقسمت أن وهذا جعلنا أننا نجتهد ونكون متفوقين على الفرنسيين في لغتهم وفي مدرستهم. من كان يعني من هذا الزملاء ديالك المغاربة في المدرسة؟ كان سيدي أنا قلت لك كان مثلا في القسم المتوسط الأول كان معايا رحمه الله سميته من خضراء أصبح صهيرا لنا كذلك لأنه تزوج ببنت عمي. وهذا بعد ندخلوا في التفاصيل ربما ديال كانوا أبناء العمومة ديال كانوا أيضا يدرسون معك. كان مولاي علي العلوي، كان كذلك قلت لك رشيد حصار، كان رشيد الحصيني، كل هؤلاء يعني كنا كان مولاي زين العلوي أب حاجب لمحمد العلوي حاليا مع صاحب الجلالة، كل هذا كنا تنقرأ في مدرسة الشراطين أولا بالنسبة لي، ثم هذه المدرسة انتقلت إلى الرمل، إلى منطقة الرمل أي بالقرب من نهر أبي رقراق. فكنا مررنا بهذه المدرسة وكلنا كنا في الغالب متفوقين على زملائنا الفرنسيين حتى فيما يخص المواد الأدبية إلى آخره. مثلا دون أن أريد أن أبالغ في الافتخار، كنت بطبيعتي فضولي وأطلع كثيرا، وأتذكر أنه في قسم متوسط الثاني كان معلمنا وكان في نفس الوقت هو مدير المدرسة برناردي يطرح أحيانا أسئلة على التلاميذ يعني معرفة مستواهم التكويني وثقافتهم بشكل عام، وكانوا لم يستطيعون الجواب. فأنا كنت أنهز تنصبعي فضلت أن أعطيه جواب هو هذاك، فنعتني بليغودي. لماذا؟ ليغودي لأنني كنت مطلع. ليغودي بالفرنسي هو المطلع، ماشي المشارك ولكن المطلع، الإنسان اللي عنده إن كنا تنسيبوا على الصحف بالفرنسية أساساً، أولاً لترجمة محتواها للولي الذي لا
الذي لا يقرأ ولا يكتب بالفرنسية. ثم كنا قلت لك تنتبعوا الأحداث، تكلمنا على فلسطين قبل قليل، فأنا مثلا بالنسبة للتوقيع على وقف إطلاق النار في جزيرة رودز بين الفلسطينيين والغزاة الإسرائيليين، تعرفت عليه عن طريق جريدة لمتى ما كانش، كانت لبوتي ماروكا، كان في الصفحة الأولى ديالها تنذكر، كان جابها جدي الله يرحمه الحاج عمر اللي كان قرأ الفرنسية والعربية، كان حرفته هو مترجم من اللغتين، جابها وطبعا خديت الجرائد تنقراهم فيها، فين شفت بأنه كان توقيع في عام 48 أو 49 أظن 49 في جزيرة رودز اليونانية على اتفاق إيقاف إطلاق النار بين الطرفين، العربي آنذاك بحيث تدخلت الجيوش العربية كذلك والغزاة الصهاينة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.